تجسيدا للالتزام بتطوير شراكة أوثق في ضوء التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، تعقد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم، تعقد أول قمة على مستوى رؤساء الدول والحكومات منذ تدشين العلاقات الرسمية بين الجانبين، وذلك بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء. وتأتي هذه القمة تتويجا لعقود من التعاون المتواصل بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين نحو 204 مليارات و300 مليون دولار. بلغت منها صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاتحاد الأوروبي نحو 106 مليارات و300 مليون دولار. القمة الأوروبية الخليجية الأولى التي تعقد في بروكسل تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي في مجالات عديدة، على رأسها العمل لتطوير التبادل التجاري إلى جانب زيادة حجم الاستثمارات وقضايا التنمية المستدامة والطاقة المتجددة. الكتلتين يعني تعتبران من أكبر الكتل الاقتصادية العالمية، إذ مجتمعتان يشكلان تقريبا 20% من إجمالي الناتج العالمي، وقد بلغ ميزان التبادل التجاري بين الجانبين ما يقارب 170 مليار يورو لعام 2023. ويمثل الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون مع حصة كبيرة للطاقة تصل ل 75%، بينما تشكل دول مجلس التعاون تاسع شريك تجاري للأوروبيين. لذلك يأمل الجانبان في دفع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة التي يبدو أنها تكتسب زخما جديدا بعدما تعثرت لسنوات طويلة. ساعدت دول مجلس التعاون في خروج الاتحاد الأوروبي من الأزمة المالية سابقا، وهذا يعطيها نوعا من القوة الناعمة للتأثير. والقمة بالتأكيد فرصة لتحقيق التقارب بإرساء أجندة للفائدة المتبادلة تشمل قضايا الطاقة واتفاقية التجارة الحرة مع القضايا الأمنية. وتأتي القمة بعدما عقد الجانبان سلسلة من المنتديات التجارية والاستثمارية، حيث تبحث القمة قضية تسهيل التأشيرات التي لها تأثيرها الهام ليس فقط بالنسبة للقطاع السياحي، بل أيضا لتحسين وتطوير بيئة الأعمال. من المهم للغاية بالنسبة لي وبحسب تفويضي من الاتحاد الأوروبي أن أحقق الترابط ليس فقط بين ممثلينا ومؤسساتنا، بل أيضاً تحقيق الترابط بين مجتمعات الأعمال في أوروبا والخليج كما طلبت مني دول الاتحاد. المستوى الحالي مهم جداً، لكن يمكننا تحسينه أكثر وأكثر. القمة تشكل فرصة مهمة لتطوير العلاقات الاقتصادية لمستوى الشراكة السياسية القائمة، وقد أكد الاتحاد على هذه الوجهة حين تبنى قبل عامين وثيقة تطمح لتحقيق شراكة استراتيجية شاملة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وسيم إبراهيم لقناة الأخبار من مقر انعقاد القمة الأوروبية الخليجية بروكسل.